بمجموعة من التطبيقات. ممكن احنا هاي التطبيقات بنشوف اثرها، بس ما بنشوفها فعليا بشكل، يعني خلينا نحكي بشكل واضح. لكن في الفترة الأخيرة مثل الشات جي بي تي عم صار اللي هو فعليا حديث اليوم، اللي هو الترند، عم نشوفه وبنشوف اثر مباشر، عم بتفاعلوا معه العديد من، خلينا نحكي، او ملايين من اليوزرز، تم طبعا خلال وقت قصير جدا. زي ما احنا بنشوف عندي هنا، في كثير من التطبيقات مثل نتفليكس مثلا، ما تحضر موفي فبالتالي بعطيك ريكومنديشن موفي اللي انت لازم تحضره بيزد على الهيستوري اللي انت كنت تحضره. مثلا بالفيسبوك عم بيعمل ديتكشن لايمج. مثلا في عندي في الباي بال لما تدفع، كيف بده يضمن انه عمليه الدفع راح تتم بشكل امن. مثلا في الجوجل، خلينا نحكي داتا سنتر، كيف بده يضمن مواضيع اللي هو، كيف بده يضمن انه بده يوفر، خلينا نيجي نحكي الاوبريتنج كوست، بحيث الكلفة التشغيلية من ناحية الطاقة، فبيتم أيضا استخدام اللي هو الـ AI models. كذلك أيضا في موضوع السيلف درايفنج كارز والعديد والعديد من التطبيقات. اليوم فقط بس حاب أدخل هيك مقدمة بسيطة في موضوع المشين ليرنينج، بغرض إني أشجع الريسيرشرز إنهم يبدأوا في هذا الموضوع. طبعا زي ما حكينا في الفيلدز، في بالتحديد في المشين ليرنينج، في عندي العديد من اللي هو الفيلدز ممكن تستخدم فيها المشين ليرنينج فعليا بطريقه او باخرى. طبعا بيعتمد على طبيعه الابلكيشن او البروبلم او الريسيرش اللي انت عم تشتغل فيها. بامكانك انك تطبقها في موضوع اللي هو مواضيع الايمج والفويس ريكوجنيشن، موضوع السبام والفرود ديتكشنز، الستوك ماركتينج، حتى في الجيمنج، في السيلف درايفنج والعديد من هاي التطبيقات. كوني بحب دائما أقدم الأمور بشكل مبسط، فعليا ما هو الفرق ما بين الإنسان وما بين الكمبيوتر حتى تكون الأمور واضحة؟ ببساطة الكمبيوتر، أو خلينا نبدأ بالإنسان، الإنسان بيتعلم بالتجارب اللي بتمر فيها بحياته، في حين إنه الكمبيوتر عم لازم إحنا نخلي الكمبيوتر عنده القدرة إنه يتعلم مثل الإنسان. ففعليا الكمبيوتر بإمكانه انه يتعلم، وطبعا بإمكانه انه يتعلم ببساطه من خلال انه نزوده بمجموعه من اللي هي البيانات. فبالتالي التجارب راح تتم عن طريق اللي هي التجارب او الاكسبيرينسز اللي بيمر فيها الانسان، هاي هي خبراته. لكن بالنسبه للكمبيوتر، الخبرات له هي فعليا اللي الداتا اللي راح نغذيه فيها، وبالتالي راح يتعلم منها، وبالتالي راح بالنهايه يزودني بمجموعه من الحقائق facts or insights، بحيث انه بصير عنده القدره انه يتخذ قرار، يعطيك recommendations والعديد منها من المهام اللي انا بحتاجها كانسان بشري. فبالتالي أصبحت الآن الماشينز أو الكمبيوترز بشكل عام إلها القدرة على إنها تعطيك فعليا تقوم بوظائف تشابه اللي هي عمل الإنسان، وهو طبعا بالعديد من المجالات. الآن ببساطة الكون ماشين ليرنينج ألغوريثمز، عندي عديد من الماشين ليرنينج ألغوريثمز. أنا فعليا ما راح أقدر أغطي كل هاي الألغوريثمز، لكن راح أغطي خلينا نحكي البابيلر ماشين ليرنينج ألغوريثمز بالتحديد بهذا السيشن، طبعا ضمن وقت قصير جدا. من هاي الديسيشن، من هاي خلينا نحكي الالجوريثمز اللي هي ديسيشن تري، نايف بايز، لينير ريجريشن، لوجيستيك ريجريشن، سبورت فيكتور ماشين، نيورال نتوركس، والانسمبل ميثود، كي مينز كلاسترنج والهيريكال كلاسترنج. طبعا راح امر على هاي الالجوريثمز بشكل سريع فقط حتى اني ابسط المواضيع، وحتى تكون لاي شخص او اي ريسيرشرز حاب يدخل يشوف كيف، على الاقل فقط كيف هالالجوريثمز عم تشتغل. وطبعا لابد اني انوه انه كل هاي الالجوريثمز ما في داعي انك تبنيها فروم سكراتش من البدايه، هاي الالجوريثمز يعني اتس اوريدي امبلمنتد، فبالتالي ما في داعي انك تكتب كود، فبالتالي هي مجرد مكتبات جاهزه بامكانك انك تستخدمها بشكل مباشر وتطبقها على الداتا اللي انت تشتغل عليها، طبعا حسب طبيعه الفيد اللي انت عم تشتغل فيه او البروبلم. بالبدايه مثلا انا في عندي ديسيشن تري، انا مثلا في عندي داتا بدي انا بالنهايه اتخذ قرار، بالنهايه ممكن يكون قرار تاعي ممكن يكون فولس او ممكن يكون ترو، وبالتالي انا هذا بالنهايه بنمثل بالنسبه لي ديسيشن. الان كيف بدي اعرف اذا انا النتيجه عندي فولس او ترو؟ فبالتالي بدي امسك عندي هنا اللي هو الداتا الموجوده عندي، وطبعا الداتا بتكون فعليا عباره عن مجموعه سيت اوف روز ومجموعه من الكولومز. طبعا الكولومز احنا بنسميها بالارتفيشال انتليجنس اللي هي فيتشرز او اتريبيوت او فاريبلز،
وطبعا عندي هنا بيكون في عندي النتيجه، اللي انا النتيجه النهائيه انا بدي اصل لها الديسيشن اللي احنا بنسميه فعليا ليبل. وطبعا هذا الليبل فعليا او الكلاس او الشيء اللي احنا بدنا نحاول نتوقعه بيعتمد التوقع على طبيعه الفيتشرز الموجوده عندي هون. وبهي الحاله فعليا في عندي تو فيتشرز اللي هم فعليا A and B زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي اذا هاي هي خوارزميه الديسيشن تري ببساطه، فهي بتعتمد على طبيعه الداتا، فبتحاول تشوف افضل طريقه لتقسيم الداتا بحيث انها تزودك بالنتيجه النهائيه. فزي ما ملاحظ عندي هون الفاريبل اي، فعليا في عندي القيمتين، في قيمه فولس وفي قيمه اللي هي ترو زي ما احنا فعليا شايفين، قيمه فولس وقيمه ترو. نفس الشيء عندي هنا بي، ايضا القيم الموجوده بداخلها اما فولس واما ترو زي ما احنا فعليا شايفين. وطبعا حتى اخذ النتيجه النهائيه انا لازم اعتمد على التو فاريبلز اللي هو A and B. فبتلاحظ ان عندي هنا A and B هو راح يعطيني النتيجه النهائيه. حتى بتلاحظ عندي هنا في B ايضا في عندي true and false. فالان راح تلاحظ انه النتيجه النهائيه اذا كان عندي true and true فبالتالي راح تكون النتيجه عندي هنا true. true and false فبالتالي النتيجه راح تكون false. طبعا هذا الشيء بيتم تطبيقه على داتا، ممكن تكون داتا هاي حجمها كبير الى حد ما، وبالتالي يمكن تطبيق خوارزميه الديسيشن تري بانك تقدر تتوقع اللي هو الفاينل ديسيشن اللي انت بدك اياه. طبعا انا عندي بهاي الحاله فولس اور ترو، لكن بشكل عام بامكانك انك تتوقع اي شيء ثاني بحسب طبيعه البروبلم انت بدك تشتغل عليها. مثلا في عندي اتاك او فيش عندي اتاك، ممكن مثلا يكون في عندي مثلا شخص مصاب بالسكر او شخص مثلا طبيعي، بالتالي بيعتمد على طبيعه البروبلم اللي انت عم تشتغل عليها. الخوارزمية الثانية اللي أنا بدي أحكي عنها اللي هي خوارزمية النايف بايز ألغوريثم. طبعا هاي الخوارزمية بتعتمد على مفهوم اللي هو الكونديشنال بروبابيلتي، وبالتحديد بنحكي عن الستاتستيك بشكل مبسط. وحتى نبسط الأمور بشكل خلينا نحكي إلى أبسط ما يمكن، في عندي مثلا على سبيل المثال أنا في عندي 100 إيميل، أنا حكيت لك ببساطة صنف لي هاي الإيميلات، إيش الإيميلات اللي فيهم سبام وإيش الإيميلات اللي ما فيش فيهم سبام. فببساطة رح تمسك كل إيميل وتشيكه إيميل باي إيميل، فبالتالي بشكل مانيوال. فبالتالي وجدت أنت بشكل مانيوال إنه في عندك فعليا 25 إيميل فيهم سبام، وبالمقابل في عندك 75 إيميل ما فيهم أي سبام. الآن حكيت لك ببساطة، طيب أنا لو بيزد على الداتا اللي أنت صنفتهم عندي هون اللي هم 25 و75، أعطيتك معلومة بسيطة اللي هي إنه حكيت لك إذا بيحتوي الإيميل على كلمة money فبالتالي هذا هو فعليا بيكون سبام، وإذا ما بيحتوي على كلمة money فبالتالي ما بقدر أعتبره سبام. فمرة ثانية بناء على نفس الداتا اللي انت صنفتها قبل اللي هم ال 25 بال 70، رجعت مسكت مرة ثانية ال 25 وشيكت اللي بيحتوي على كلمة money، فوجدت انا عندي هون اللي هو فعليا 20 ايميل زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي اللي انا شفتهم بيحتووا بشكل مانيوال ويحتوي ايضا على كلمة money فعليا هم 20 ايميل. في حين انه انا في ال 75 اللي شيكتهم مانيوال وجدت انه فقط منهم خمسه بيحتوي على كلمه ماني زي ما انا شايف عندي هون. فبالتالي الان انا كوني عم بحكي على الكونديشنال بروبابيلتي، فبالتالي نسبه طبعا اللي هو ال 20 على اللي هو ال 25 نسبه اللي هو بيحتوي على انا شيكتهم مانيوال بلس بيحتوي على كلمه ماني هم 20 من الاوفر اول من ال 25، فنسبتهم فعليا 80%. فبالتالي انا في عندي 80% هم سبام، في حين انا عندي الخمسه من اصل فعليا 70، سوري خمسه من اصل ال 25 اللي هو التكمله لها، فبالتالي بيكون نسبتهم فعليا 20 ما فيهم سبام. هاي الخوارزميه ببساطه هي خوارزميه النايف بايز الجوريثم. طبعا ممكن في سيشنز ثانيه نحكي اكثر وتفاصيل اكثر وامثله اكثر عن هاي الخوارزميه. الخوارزميه الثانيه اللي نحكي عنها بشكل مبسط اللي هي خوارزميه اللينير ريجريشن. تخيل انا عم باجي بحكي لك انا في عندك بيت صغير، طبعا هون عم بحكي على تو فيتشرز، بحكي على الفيتشر اللي هي حجم البيت، وايضا انا في عندي فيتشر ثانيه سعر البيت. فبالتالي انا بدي احكي ببساطه انه بناء على حجم البيت شو سعر البيت. فاذا بتلاحظ عندي هون مثلا حجم البيت كان صغير فبالتالي تكلفته كانت 70,000 دولار، في حين انا عندي اذا كان عندي بيت كبير لارج هاوس فبالتالي كانت تكلفته 160,000 دولار. الان السؤال اللي بيطرح نفسه، لو انا اعطيتك بيت حجمه متوسط هل بامكان المشين ليرنينج تعطيني السعر
تقريبي لهذا البيت؟ الجواب هو نعم، ولكن أنا بحاجة لأني أجمع البيانات اللي أوريدي موجودة عندي عن مجموعة من الهاوسز حتى أني أقدر أعمل بريدكشن لهذا البيت. فببساطة أنا راح أخذ هاي الداتا كلياتها وأعملها بلوتينج زي ما أنا فعليا شايف عندي هون. فهاي الدوتس هي فعليا داتا، وبالتالي هي فعليا بتمثل هاوسز موجودة عندي، هي فعليا داتا بوينتس موجودة عندي. فالآن أنا مسكت البيت السمول هاوسز، شفت فعليا البرايس له، شفت اللارج وشفت المقابل له 160 ألف، فبالتالي حتى أعرف كم سعر البيت الموجود عندي هون، فبالتالي لابد إني أرسم لاين بحيث إنه هذا اللاين بيكون فعليا يمس أغلب الداتا الموجودة عندي فعليا. وطبعا زي ما احنا بنلاحظ عندي هون البروجكشن ما بين اللي هو الميديوم هاوس بالنسبة مع البرايس عم بقارب فعليا 120 ألف دولار. فبالتالي هاي الخوارزمية فعليا طبعا من الخوارزميات الموجوده جدا، هي فعليا ريجريشن بروبلم. وطبعا الان طبعا في سؤال وبحث كبير انه شو وين مكان اللاين هذا لازم يكون، شو افضل مكان له. طبعا ممكن يكون انا بهمني يكون هذا اللاين اقرب ما يكون الى الداتا بوينتس، فبتلاحظ انه كل ما اتجه هذا اللاين للاسفل فبالتالي راح تزيد اللي هي المسافه ما بين هاي الهاوسز او الداتا بوينتس عن هذا اللاين، فبالتالي الايرور راح يكون عالي. لكن انا بهمني ببساطه اني اقرب هذا اللاين الى هاي البوينتس، فبالتالي لو رفعته الى اعلى فبالتالي المسافه راح تقل، فبالتالي الايرور راح يقل، وهذا الشيء اللي انا عم ببحث عنه. هاي ببساطه. طبعا ممكن نشرح الماثماتيكال برسبكتيف من وراء هذا الشيء، لكن ممكن في سيشنز ثانيه، لكن لضيق الوقت فانا راح امر عليهم بشكل سريع. انا راح نحكي عن خوارزميه ثانيه اسمها لوجيستيك ريجريشن. لوجيستيك ريجريشن انا في عندي مثلا تو فيتشرز، مثلا في عندي فيتشر عم بفحصها اللي هي التست، وايضا في عندي هون اللي هو الجريدز. لما مسكت هاي الداتا وانا عملت لها بلوتس لاحظ انه الداتا ببساطه عندي موجوده على النحو التالي. عندي هنا في عندي اول عندي طالب، عندي هنا اللي هو الستودنت له، عندي هنا اللي هو التست له ثلاثه، الجريدز له فعليا اربعه، فبالتالي البوينت له هون. الطالب الثاني موجود عندي هون اللي هو الستودنت 1، فبالتالي لو انا اعطيتك الستودنت 3 فبالتالي هل هذا الطالب فعليا راح يتم قبوله بالجامعه ولا ما راح يتم قبوله في الجامعه؟ هاي البروبلم تاعتي. فبالتالي لابد اني امسك الداتا واعملها لها سيبريشن حتى اشوف فعليا باي بارتس موجود هذا الطالب. فوجدت انه الطالب موجود بهذا البارت، فبناء عليه بقدر اصنف انه الطالب فعليا راح ينجح وراح يتم فعليا قبوله ب اللي هو الجامعه. طبعا الان انا بحاول اعمل سيبريشن ما بين الداتا، فبتلاحظوا فعليا في عندي تو كلاسز، انه ممكن الطالب يتم ينعمل له اكسبتنس بالجامعه او ممكن يعمل له ينعمل له ريجكشنز. فبالتالي انا بدي احاول اعمل سيبريشنز للداتا بشكل بافضل طريقه ممكنه، وهذا هو فعليا الجول اللي عم بمشي فيه خلال كل هاي الخوارزميات اللي انتم شفتوها. طبعا زي ما احنا شايفين عندي هنا باللينير ريجريشنز ممكن القيام الايش اللي بيعملوا بريدكشنز بتتراوح قيمته ما بين الصفر وما بين اي فاليوز موجوده عندي هون، لكن في الحين انه اللوجيستيك ريجريشنز القيم محصوره او البروبابيلتي او البريدكشنز محصور ما بين الصفر وما بين الواحد. خوارزميه ثانيه اللي احنا برضه مهتمين فيها هي السبورت فيكتور ماشين. بدل ما افصل الداتا بلاين واحد انا عم بستخدم عندي هون تو لاينز او فعليا تو فيكتورز حتى نعمل سيبريشنز للداتا او الموجوده عندي فعليا اللي هو ما بين الريد وما بين اللي هو فعليا الجرين كلاس موجود عندي هون. فبالتالي في السبورت فيكتور ماشينز انا بحاول انه كل ما كانت هاي الداتا الموجوده عندي هون ابعد عن الخطين او عن التو فيكتورز الموجوده عندي هون كل ما كان الوضع افضل بالنسبه لإلي. فبالتالي انا بدور على الماكسيمم مارجنال هايبر بلان حتى اقدر افصل فعليا الداتا. فبالتالي كل ما كانت الديستانس اكبر كل ما كان الاداء افضل بالنسبه لإلي في السبورت فيكتور ماشين. برضو بدنا نحكي هنا على خوارزميه كثير مهمه اللي هو النيورال نتورك. وطبعا النيورال نتورك هو جدا مهم وهو طريق نحو الديب نيورال نتورك فعليا. ببساطه النيورال نتورك حتى اقدر افهمه نرجع للمثال اللي حكينا عنه، حكينا انه لو انا فعليا في عندي تو كلاسز بدي افصلهم فانا بستخدم خط مبسط حتى اني اقدر افصلهم. الان بدي ارجع اسال نفس السؤال، لو اجى الطالب الثالث اللي انا كنت احكي عنه قبل قليل بهذه النقطه، فهل راح ينجح الطالب؟ الجواب نعم راح ينجح لانه موجود ضمن هذا الكلاس اللي هو اللي باللون الاخضر. لكن فعليا لو باجي بطلع عندي هون راح تلاحظ انه فعليا الجريدز تاعته هي فعليا واحد، بالتالي على
كلامي متدنية جدا، ومع ذلك تم فعليا تصنيفه انه تم قبوله بالجامعه. فبالتالي في عندي ايرور بالسيبريشنز لهي الداتا، فبالتالي شو افضل طريقه اني افصل هاي الداتا؟ فبالتالي حكى لنا انه هنا بدل ما افصل الداتا بخط مستقيم ممكن افصلها بسيركل، لكن حتى السيركل راح يكون فعليا في عندي ايرور زي ما احنا فعليا شايفين. حكى لنا انه افضل طريقه اني افصل فيها الداتا اني استخدم الكروس لاين زي ما احنا فعليا شايفين بهاي الطريقه. فبالتالي الكروس لاين بضمن انه الكلاس اللي انت بدك اياه عم بتم تصنيفه بالشكل الصحيح للداتا، فبالتالي الاكيورسي تاعته كانت نوعا ما افضل. ببساطه لو انا بدي امسك ببساطة لو بدي أبسطها خلينا نحكي بشكل أكثر، راح تلاحظ إنه أنا فعليا في عندي two classes زي ما إحنا فعليا شايفين اللي هو بالريد وبالجرين. فأول line اللي هو اللون الأزرق راح يفصل الداتا إلى up and down، فبتلاحظوا عندي هون اللي فوق الخط هو فعليا up اللي هو yes، واللي تحت الخط اللي هو الأزرق راح يكون فعليا اللي هو no. وفي نفس اللحظة راح أمسك line تاني موجود عندي هون أفصل الداتا برضو إلى two classes، اللي على اليمين راح يكون yes واللي على اليسار راح يكون فعليا نو. فبتلاحظ عندي هنا اللي على اليمين هو يس واللي على اليسار الخط عندي هنا الاصفر هو نو. الان اللي هو التو يس الموجوده عندي هون اللي هي يس اند يس، فبالتالي هاي هي الجرين او هذا هو الكلاس الصحيح اللي انا بدي فعليا اعمل له ديتكشن او بدي اعمل له بريدكشن فعليا. فبالتالي هاي برضه هيك فلقين النيورال نتورك، واحنا هنا بنحكي على النيورون واحد فقط. فبالتالي انا لو كان في عندي داتا اللي هي الانبوت لإلي عم تدخل، فبالتالي باستخدام التو لاينز الموجود عندي بقدر اعمل فعليا السيبريشنز، هذا هو اللاين الاول وهذا هو اللاين الثاني، فبالتالي بناء عليه النتيجه النهائيه عندي هنا من اللاين الاول هي ترو، من اللاين الثاني هو عباره عن فولس للطالب اللي احنا حكينا عنه قبل قليل، ترو اند فولس، فبالنتيجه راح تكون فعليا فولس. هذا هو بشكل مبسط، طبعا ممكن يكون في عندك اكثر من نيورون، ليس فقط 2 نيورونز او 3 نيورونز، لكن هاي فقط كمقدمه بسيطه عن اللي هو النيورال نتوركس. يعني برضو في عندي خوارزميه ثالثه او ما بعرف العدد، لكن نحكي هنا على فعليا الكيرنل ميثودز. تخيل انه الداتا كانت موجوده عندك بهذا التوزيع، لاحظ انه عندي هنا الداتا اللي هي جرين وهنا فعليا في عندي ريد، هل بقدر افصل الداتا بشكل مبسط عن طريق خط مستقيم واحد؟ طبعا الجواب لا، طبعا ما بتقدر تفصل الداتا بدون ايرورز. فاذا بتلاحظ من هذا الخط راح تلاحظ انه في عندي هنا جرين اند ريد، انا بدي افصل الريد لحال والجرين لحال، فبالتالي في عندي هنا اللي هو ايرور. نفس الشيء لو اجى الخط بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل، يعني حتى افصل الداتا الموجوده عندي هون اللي هو الريد عن الجرين ممكن اعمل كيرف بهذا الطريقه، او ممكن ببساطه اعمل سيبرت بلين بحيث انه يفصل عندي هون اللي هو الجرين عن اللي هو الريد. طبعا بامكانك بكل بساطه تشتق هاي المعادله على النحو التالي. طبعا احنا بنعرف ان الاوبريشنز ممكن تكون في عندي additions او multiplications او اللي هو power ببساطه. فبالتالي لو اخذت هاي البرودكتس تاعتهم الكوردينيتس تاعت هاي البوينتس الموجوده عندي اللي هي الموجوده عندي بهاي النقاط اللي هي الاربع نقاط وطبقت عليهم الاوبريشنز الماثماتيكال اوبريشنز، راح تلاحظ انا عم بهتم اني افصل الجرين عن الريد، فبهمني انه الجرين تكون قيمها مثلا مرتفعه والريد قيمها تكون منخفضه، فبالتالي بقدر اعمل سيبريشنز لإلهم. وبالتالي اذا بتلاحظ عندي هون اللي هي الاكس ملتبلاي وذ واي، راح تلاحظ انه راح تلاحظ عندي هنا النقطة الأولى اللي هي بالأحمر والنقطة الرابعة بالأحمر قيمهم قليلة، في حين القيم عندي تنتين هذول الخضر راح تلاحظ إنه قيمهم عالية، فبالتالي بهذه الطريقة بقدر أفصل الداتا اللي هي الريد كلاس عن الجرين كلاس. أو طبعا بإمكانك تمثلهم بهذا الشكل زي ما فعليا إحنا شايفين. اوكي، هذا هي فعليا الكيرنال ميثود. برضه في عندك خوارزميه بتقدر تعمل اللي هي خلينا نحكي كلاسترنج. انا فعليا في عندي مجموعه من الداتا ما في لها ليبلنج، بدي اعمل ليبلنج لهي الداتا، وهي واحده من البروبلمز الموجوده في المشين ليرنينج، غير موضوع انه اعمل بريدكشنز لفاليو او اعمل كلاسيفيكيشنز لبروبلمز موجوده عندي. طبعا انا بكون فعليا في عندي بختار عدد معين من النقاط اللي بدي ابدا منهم، هاي النقاط بنسميها سنترويد، وبعد هيك بحاول احسب اللي هو الديستانس من اقرب خلينا نحكي مجموعه من النقاط من خلينا نحكي اقرب النقاط للسنترويد، وبناء على الديستانس بقوم فعليا بتحريك هاي النقاط زي ما احنا فعليا شايفين الى السنتر لإلها، وبرجع مره ثانيه عم بكرر نفس هاي العمليه. طبعا بعد ما اخذ الافرج
لوكيشنز للبوينتس. وطبعا انا بهاي الحاله عارف عندي هون عدد الكلاسترنج اللي انا بدي اشتغل عليهم، فانا في عندي هون 4 سنترويد، هذا يعني انه في عندي فعليا 4 ليبلز، فبالتالي كل الداتا الموجوده عندي هون فعليا راح تكون لها ليبل واحد من 4 ليبلز، فبالتالي هاي هي الكي مينز كلاسترنج. طبعا اذا ما كنت انت فعليا عارف عدد الكلاسترنج، فهون احنا بنحكي على خوارزميه برضه جديده اسمها هيراريكال كلاسترنج. فعليا انا عندي هنا ما بعرف عدد الكلاسترنج، وهذا الحكي طبعا مره ثانيه بيعتمد على طبيعه اللي هو البروبلم. اوكي طبعا اذا زي ما بنلاحظ، هي ملخص سريع بسيط عن هاي الالجوريثمز. لاحظ انه حكينا عن اللوجيستيك ريجريشنز، عن السبورت فيكتور ماشين، عن النيورال نتورك، وعن الكيرنال ميثودز. بالتالي احنا بنحاول نشوف افضل طريقه لانه نفصل الداتا عن بعض البعض حتى اني اعطيك بريدكشنز عاليه. وشكرا لكم، يعني هاي كانت ملخص سريع جدا عن هاي الالجوريثمز بشكل سريع. شكرا جزيلا محمد، بارك الله فيك. الله يعطيك. اعتقد ممكن